أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لن تدخلن المسجد الحرام
فضلا من الله وعلا
فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في ذلك مثلهم في التوراة العزيز
له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.